هذا وافتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي المعرض المقام على هامش المنتدى الحضري العالمي يرافقه وزير التنميه المحليه والاسكان ومندوب الامم المتحده للمستوطنات البشريه وكذلك محافظ القاهره. وقام رئيس الوزراء بجوله تفقديه داخل اروقه المعرض الذي يضم اجنحه الدول المشاركه في اعمال المنتدى التي تبرز مشروعاتها وجهودها في قطاع الاسكان والتنميه الحضريه.